بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع رياض الصالحين، ومع الباب رقم 85 بعنوان باب حفظ السر. بدأ الإمام النووي الباب بقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ذكر الآية في حفظ السر لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه، إما لفظا أو بقرينة الحال. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا الحديث رواه مسلم. والإفضاء معناه مباشرة أو كناية عن الجماع وفي الحديث وعيد شديد على من ذكر تفاصيل مما يقع بينه وبين امرأته حال الجماع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه يقول: حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، يعني عرضها عليه حتى يخطبها أو يتزوجها، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. قال له: هشوف حالي كده وانظر في أمري. فلبست ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. العلماء أخذوا من الحديث ده جواز أن تعرض، يعني عرض البنات على الصالحين، يعني إذا كان عندك بنات وأردت أن يتزوجن من الصالحين فممكن أن تفعل ذلك، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سأنظر في أمري. قال: فلبست ليالي ثم لقياني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني كأنه في نفسه شيء من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لأنه يعني ما رد على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وسنعلم بعد قليل لماذا هو فعل ذلك أو لم يرد على عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول: فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة رضي الله عنها وارضاه، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. هو ده بقى الإيه؟ العلة، ده السر. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. حديث رواه البخاري. في هذا الحديث فيه عرض الإنسان يعني موليته على أهل الخير، وهذا من السنة، وفيه كتم السر والمبالغة في إخفائه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها، النبي صلى الله عليه وسلم رحب بها، وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شمال، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، يعني قال لها سر كده، فبعد أن قال لها ذلك بكت بكاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، إن هو أسر لك هذه السريرة، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول صلى الله عليه وسلم سره، ما ينفعش إن أنا أقول السر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لي.
فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولي لي الموضوع ايه؟ فقالت اما الان فنعم. دلوقتي ينفع ان انا اقول انما قبل كده في حياة النبي ما ينفعش. قالت اما حين سارني في المرة الاولى فاخبرني ان جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة او مرتين، وانه عارضه الان مرتين، واني ارى الاجل الا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فانه نعم السلف انا لك. فبكيت بكاء الذي رايت، فلما راى جزعي سارني الثاني، يعني قال لها السر الثاني بعد ايه ما بكت. فقال يا فاطمه اما ترضين ان تكوني سيده نساء المؤمنين او سيده نساء هذه الامه؟ فضحكت ضحكي الذي رأيتي. حديث متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. في الحديث فيه تقديم المؤانسه قبل الاخبار بالامر، وفي ان جزاء الصبر على قدر عظم المصيبه، وفيه لطف المولى سبحانه وتعالى من تعقيب الكسر بالجبر والحزن بالفرح والعسر باليسر، وفيه حفظ السر. وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثنا في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر، ما ينفعش إن أنا أفشل إيه؟ أفشي السر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله ما حدثت به أحدا، والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم ورواه البخاري كذلك، ولكن مختصر عن هذا الايه عن هذه الرواية. في الحديث في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال، فتارة يجوز إفشاؤه بعد الموت كما في حديث عائشة وفاطمة الذي ذكرته آنفا، وتارة لا يفشى. ولفظ البخاري عن أنس أسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أمي أم سليم فما أخبرتها به. إذن أيها الأحبة، مسألة حفظ السر دي مهمة جدا جدا. إذا أخبرك أحد بسر إياك أن تفشي هذه السر، هذا السر، فتأثم على ذلك. لو قال لك أقول لك كلام، الكلام ده ما يطلعش بره، فهذا سر. لو رأيت هذا الشخص يلتفت يمينا وشمالا ويحدثك بهذا الكلام، اعلم كذلك أنه سر. هذا، والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه، وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم، ويرحم الله امرأ دعالي برحمته من حسن حالي. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة الكرام، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.